نتحدث في هذه الجمعة والتي تليها عن صفة الحج خطوة بخطوة ولحظة بلحظة على وجه الاختصار حسب ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصل البيت يعني المسجد الحرام فيبدأ بالطواف، والسنة عند الحجر الأسود أن يستلمه، والاستلام هو المسح باليد، أن يستلمه ويقبله، إن لم يستطع التقبيل يمسحه بيده ويقبل يده، جاءت بذلك السنة. إن لم يستطع فليستقبله كما في مسند الإمام أحمد، ولا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر كما في المسند: لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن خلا لك وإلا فاستقبله وكبر. فيكبر بيد واحدة باليد اليمنى ويكون مستقبلا للحجر، ليس كما يفعل البعض يكبر بكلتا يديه كأنه في صلاة. فيقول: الله أكبر.